دي فوضى يا استاذ. ازاي موظف طويل عريض زي ده يجي من بيتهم ويخبط على الآنسة ويقعد ويطلب قهوة؟ كل ده عشان يقول لها ايه؟ صباح الفل يا آنسة، بتعمل ايه؟ خلاص يا فندم، هاخد اسمه حجازيه، من بكره الصبح هخليه يقول لها صباح الخير. انا ما احبش حد يقول لحد صباح الخير ولا صباح الفل ولا اي حاجه من دي، فاهم؟ حاضر يا فندم. حظر تعليمات فوريه ان اي موظف يقابل زميله الصبح يتف في وشه. امين يا فندي. افندم مخصوم لك 3 ايام. ليه بس يا بيه؟ لعدم الفهم. وثلاثه تانيين عشان ليه يا بيه؟ خلاص بلاش ليه يا بيه، بقوا 9 دلوقتي، ولو اتكلمت تاني هيبقوا شهر. اتفضل امشي يا فندم. اتفضل يا فندم. انا هقول اتفضل. تعال تعال. انا مش هضربه، انا بس هفهمه. ما انا عارفه مش هيفهم كده، يبقى اضربه بقى. يا نهار اسود، هو قدك. تعال. حيوان مين اللي قال النهارده صباح الفل؟ خبرنا مين بيه؟ انت دايما حيوان ولا مش حيوان، ولا مين اللي قال ولا مين ما قالش؟ انت دايما تاكل في نفسك كده، تفضل تاكل في نفسك لغايه ما تقوم الصبح ما تلاقيهاش. انا امين عبد العال المنطق، ابن عبد العال المنطق، عمدة كفر منط، اكبر مولد كولومب، 30 سنه اداره، 25 سنه رئيس قسم. اتخصم مني 9 ايام علشان واحد قال صباح الفل. وحضرتك بتزعق لي مع ان الكلام موجه للرجاله؟ كلامي موجه للجميع. ممنوع صباح الخير، صباح الفل، اي صباح مهما كان. محظور السلام في الصباح، في المساء، وسط النهار، اول الليل، بعد الليل. مفهوم؟ مفهوم يا فندي. وانت فندي تعال لي هنا. ايوه بينا. تعال هنا. ايوه فندي. بسم الله ما شاء الله. الله يكلمك. مخصوم منك 40 يوم. ايه 40 يوم دي يا بيه؟ ده حرام حرام. 40 يوم، 40 يوم في السنه اجيبهم منين دول؟ ايه حغلطك؟ شهر عليك والتسع ايام اللي اتخصموا مني. سعادتك قلت بنفسك يعني 39 يوم. ايه اليوم بقى اللي عايز تشفطه ده؟ الشهر 31 يوم اهو. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ تعمل يوم على اولادي؟ دي تبرنطن الاله الحاسبه هناك. وبعدين ده ظلم بقى بصراحه. ايه ظلم دي؟ وانا محترمك لاخر لحظه، انما هقول لك بصراحه بقى، مش معنى كده انك تشفط العمليه. لا خلاص اعتبر الموضوع عندي. لا عندك. عندك. لا يا راجل انا بهزر معاك. انا كنت هضربه. الله يكرمك. انا كنت هضربه. يعني يا سعاد ده اخر كلام عندك؟ قلت لك انا بعزله وبحترمه زي اخ وزميل وبس، عمري ما فكرت في حاجه تاني. الله، امال ايه اللي خلاه يحبك قوي بالشكل ده؟ معرفش، انا بعمله طبيعي جدا، يمكن هو بقى متهيأ له حاجات معرفش بقى. طيب يمكن لما تتخطبوا لبعض وتتقابلوا كتير يحصل بينكم تفاهم، والتفاهم ده يؤدي الى الحب؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ليه؟ في حد تاني في حياتك؟ ما اقدرش اجاوب على السؤال ده. يعني في حد تاني في حياتك؟ بتسأل السؤال ده ليه؟ عشان صاحبك حسن؟ لا، صاحبي مين وبتاع مين؟ انا مش عارف اقولك ايه. لما تبقى تعرف تقول ابقى قولي عشان اقولك. هقولك اه، ابقى اقولك اذا كان في حد في حياتي ولا لا. في الحقيقة احنا بنلف وندور حوالين بعض في حاجة انت عارفاها كويس وانا عارفها كويس كده، ولا لا؟ يمكن. الحاجة دي انا شاعر بيها من زمان، لكن خوفك على صاحبك هو اللي خلاك تسكت. انا كنت حاسة بكده. مظبوط، لكن خلاص دلوقتي انا بقى. انت بقى انا لازم امشي بقى. ليه؟ هو انت كمان مش ب انا ب يبقى خلاص نقعد بقى. خلاص نقعد بقى.